مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وآخر فقرات نهارك سعيد. النهاردة معانا فقرة جميلة جدا، هدفها الأساسي هو خدمة الصم والبكم، إزاي إن هم يقدروا يعملوا باترون وينفذوه علشان ممكن إن هو يعملوا حاجة سواء هم محتاجينها أو ممكن إن هو يكون مشروع ليهم إن هو ممكن ينفعهم. النهاردة ضيفتنا إسراء عادل، أول مدربة باترون للصم والبكم. صباح الخير إسراء، صباح نهارك النور. نهارك سعيد، أهلا وسهلا بيكي. إسراء، عايزين نتكلم في البداية عن دراستك. هل أنت درست اصلا الديزاين ودراستك ليها علاقه بالباترون ولا دراستك مختلفه؟ انا دبلوم فني صناعي، كنت قسم ملابس جاهزه، فانا اصلا من بدايه الثانوي هو ده شغلك الدراسه اصلا، دي بتاعتي دراستك. بالظبط كده، تمام. يعني من بدايه وانا عندي 14 سنه لغايه دلوقتي هي دي حياتي كلها، التصميم والباترون. ما عندكيش اي حاجه تانية، هو ده بس ده بالظبط اللي انت بتفهمي فيه اكتر حاجه في حياتك. بالظبط كده، حتى في الجامعه ما كملتش بسبب ان انا كنت داخله نظم معلومات، عشان فسبتها. انت حابه برضو التفصيل. سبتها علشان حابه ان انا اكمل في الكارير ده. اخدت منحه من الدوله واخدت منحه من السفاره الكوريه، اخدت كورسات وعملت دبلومه في التصميم والباترون، علشان اهم حاجه عندي كنت ان انا ادي لنفسي ثقل كبير قوي في المجال ده. هو اللي بيحب فعلا مجال بيحب ان هو يتعمق فيه اكتر، اكيد فانت تعمقتي بقى. بالظبط كده. طيب بداتي بقى يعني شغل فعلي امتى، ان انت تقصي وتفصلي وتعملي كل حاجه بنفسك؟ وانا عندي 20 سنه، وانت يعني عندك من 20 6 سنين. بقيتي متمكنه؟ كنت متمكنه وكمان بدات اشتغل، يعني انا تمام. كنت بدي كورسات تصميم ازياء وباترون من بدايه 20 سنه. من وانت 20 سنه بتدي كورسات عادية، ما فكرتيش كنت لسه في فكرة الصم لا والبكم؟ لا، هي الفكرة جايلي من وقت ما بدأت أشتغل، بسبب إن أنا كنت شفت ناس كتيرة جدا، يعني كنت بتعامل معاهم ومش لاقية لهم خالص أي مكان بيساعدهم إن هم يعني هما كان يبينوا نفسهم مواهبهم. يتعلموا وانتي مش لاقية مكان بالظبط، يعلم يعني الموضوع؟ عملنا سيرش كتير على النت، دورنا في أماكن كتير، مفيش حد خالص كان بيهتم بيهم. طب جاتلك الفكرة بقى من هنا؟ من هنا بقى جات لي الفكرة دي. عملتي ايه؟ فضلت يعني حاطة الفكرة في دماغي، كنت عايزة ان انا ابدأ فيها من كذا سنة، بس دايما كنت اقول لا، انا محتاجة ان انا اثبت نفسي شوية في المجال بتاعي، لازم الناس تعرفني اكتر. يكون ليكي اسم يعني. بالظبط، وكمان السنترز والاكاديمي اللي موجودة ان هم يعرفوني. فبعد كده بدأت ادرس لغة الاشارة، قلت ان انا حابة ان انا ما يبقاش في مترجم بيني وبين المتدرب، يعني ان انا اللي اعلمهم بنفسي، لان لو انت في مترجم معاكي دايما هيحسوا ان هم بعاد متجهين عنك. ناحيته، مش معايا انا اكتر. لو عايزين يسالوا سؤال مش هيبقوا مركزين معايا قوي، هيقولوا وممكن احنا هو ما يكونش فاهم زيك فما يعرفش يرد الرد اللي يناسب السؤال بتاعهم. بالظبط. فعلشان كده ده اللي خلاني ان انا اتعلم لغه الاشاره، عشان ما يبقاش في فرق بيني وبينهم، حتى ما يحسوش ان انا ما فكرتش اصلا ان انا ادرس اشاره علشان اتكلم معاهم او اهتم بيهم. لا، انا درست اشاره عشان الصم والمتكلمين زي بعض بالظبط، ما فيش اختلاف، والمفروض يبقى عندنا نفس الفرص. طيب الهدف بقى من تعليمهم هو ايه؟ ان هم يلاقوا شغل، لان معظم الصم صعب جدا الشغل بتاعهم. دايما المشكله الاساسيه بتاعتهم لما بتكلم معاهم في اي حاجه يقولوا لي احنا مشكلتنا الاساسيه الشغل مش عارفين يتواصلوا خالص. هي هم قادرين يتواصلوا معنا وفهمنا، لان هم بيقروا لغه الشفايف، لكن احنا مش احنا اللي عارفين مش قادرين نتواصل معاهم لو نتواصل احنا ما معاهم. تعلمناش لغه الاشاره. بالظبط. وهم دايما لما يروحوا اي شغل يقولوا لهم لا، صعب ان انت تشتغل لان ما فيش مترجم، احنا مش هنقدر نتعامل معاك. هم عندهم انتاجيه بقالك وعندهم اتعلمتي في شهرين، يعني ممكن سهله يعني اي جدا. مكان سهل جدا ان اي حد يتعلم ونتواصل معاهم لان هم جزء من المجتمع. بالظبط بالظبط. بس في ناس كتير بتستسهل، يعني هي مش لازم تروح تتعلم علشان ممكن تقابل اصم او ما تقابلوش، بس هم فئه كبيره، هم 7 مليون. فدول ناس كتير موجودين عندهم اهداف وعندهم افكار، عندهم انتاجيه. احنا ليه ما بتستغلش فرصه ان في انسان عايز يشتغل وحابب ان هو يشتغل؟ فهي دي كانت الفكره من هنا، ان هم حتى يلاقوا شغل ولو من البيت. دي كانت اول مجموعه جات لي من الصم. البنات ده اللي نفذوه، ده اللي ده هما اللي نفذوه، نفذوه. دي حاجات بسيطه كمان اللي نفذوه، يعني مش كلها. يعني عملوا اكتر من كده كمان، بس شغل فعلا متقن، يعني واضح ان هما اتعلموا كويس. متعلمين، وكمان هما برافو عندهم عليكي. يعني افكار. ميرسي. هما اللي يعني بيبتكروا الافكار، هما اللي بيعملوا الديزاين، كل حاجه من نفسهم، يعني احنا بنديهم مساحتهم كلها، كل الافكار اللي عندهم يطلعوها، وده هما بيقصوا الباترون. بالظبط.
سهل بقى يعني، سهل التعليم، سهل التعليم، لان اللي حابب كمان الحاجه ان هو يعملها فبتبقى سهل عليه. احنا دايما الكورسات بتبقى حسب الرغبه، انا لو عايزه اتعلمها هروح الكورس ده. فهم حابين ان هم يتعلموا، حابين ان هم ينتجوا. انت قلتي لي كمان ان هم عندهم نسبه ذكاء بتكون اعلى كمان أعلى من أي اعلى بكتير بكتير من المتدربين المتكلمين. عندهم هدوء وسلام نفسي جدا جدا، يعني ده بيساعدهم اكيد على الابتكار كمان. جدا. طيب قولي لي، هل في اقبال كبير من الصم والبكم على الفكره يعني؟ فعلا انا في الاول ما كنتش متخيله ان ممكن يكون في الاقبال ده. واول لما بدانا بيقولوا لبعض بقى، ما هي دي كانت الفكره من هنا. اول لما بدانا كان في بنت واحده بس اللي جت. هي كانت عارفه ازاي، هي كانت في بنت عندي متدربه متكلمه عادي، دي اخت صاحبتها. فهي قالت لها ان في واحده بتتعلم الاشاره وهتعمل كورسات للصم. فقالت لها خلاص انا هروح عندها. لما جت لي اول يوم ما كانتش مصدقه ان انا بتكلم اشاره، ايه ده هتعلمني بباترون وهنقص الخيط. اول يوم كانت ماشيه كانت ماشيه مبسوطه جدا. فبدات تكلم اصحابها وتعالوا الكورسات مجانيه، هتقدروا تتعلموا. الكورس مجاني كمان؟ الكورس مجاني لغير قادرين، وكان في اول مره عملته مجاني. وبعد كده عملناه مجاني كمان لغير قادرين، وعملنا التكلفه بتاعته قليله جدا بالنسبه للكورسات، يعني يعتبر ولا حاجه. والماتيريال اللي بتجيبيها ولا المتدرب؟ لا، هم اللي بيختاروا اللي هم عايزينه. يعني انا بقول لهم على اماكن يقدروا يشتروا منها بسعر كويس. سعر كويس طبعا هنتعلم فيه لسه، فلازم طبعا يكون سعر كويس. بالظبط، الخامات كويسه بس السعر الخامات كويسه والسعر كويس. فمن هنا بقى بدات البنات تزيد، بداوا يعرفوا بعض، يكلموا بعض ويقولوا لا ده في مدربه بتعمل كورسات للصم. بدات الموضوع ينتشر في المجتمع بتاعهم وبداوا يعرفوا. طيب قولي لي بقى، يعني الاقبال بقى على الفكره هيبتدي بقى الناس تعرف اكتر ازاي؟ احنا عايزين عدد كبير بقى من الصم والبكم يعرف. هل ليكي بيج على الفيسبوك مثلا، ولا طريقه تواصل مع باقي الناس اللي مش عارفين عنك؟ بالظبط. لا انا ما عنديش بيج على الفيسبوك. هي الاكونت بتاعي عادي، بنزل عليه الاعلانات اللي احنا هنعمل كورسات. انا بقالي فتره قريبه جدا من الصم، بحضر ايفنت كتير يعني انت عارفه عدد منهم. بالظبط، وهم بيبلغوا بعض زي ما قلت. بالظبط، فاحنا دايما لما بنزل اي اعلان ان احنا هنبدا الكورسات بيبداوا يقولوا لبعض مين هيروح الكورس المره دي، بيقسموا بعض كمان وبيختاروا الايام. يعني هم منظمين جدا وبييجوا يقولوا لي احنا عددنا كذا وعايزين ناخد في يوم كذا. وبنبدا على طول معاهم. طيب قولي لي، انت بدات من امتى يعني المشروع بقى بتاع تدريب الصم والبكم؟ بقالك قد ايه؟ بدانا من شهرين. من شهرين بس؟ من شهرين. جالك حوالي العدد كام؟ دلوقتي احنا 9، عملنا 3 مجموعات معاهم. طيب ومين خلص تدريب وما بقاش يتدرب؟ يعني عدد قد ايه؟ اللي خلصوا بالظبط 6 وفاضل 3. طيب اللي خلصوا يعني هم عاملين ده لنفسهم ولا عايزين يعملوا مشروع؟ هم حابين ان هم يعملوا مشروع، بس مستنيين الاول ان هم يعني يعملوا اكتر شغل بايديهم. أكتر ان هم يبقوا افضل في التفصيل وفي الخياطه، علشان بعد كده يقدروا يعملوا مشروع. بس هم اصلا متعلمين علشان يقدروا ان هم يشتغلوا. بالظبط، حابين الموضوع. هم كلهم حابين ان هم يشتغلوا، فهنعمل ايه علشان نشتغل واحنا في كل اللي حوالينا عشان نقول لهم ان احنا عايزين نشتغل، مش رافضين ومش عايزين يشغلونا عشان احنا صم وضعاف سمع. فلازم يبقى البروجكت بتاعهم هم. بالظبط، فهم حابين ان هم يعملوا فعلا المشاريع بتاعتهم من البيت. والتسويق يبقى على الفيسبوك، يبقى اللي قدامي مش عارف انا بتكلم، انا اصم، انا ضعيف سمع، لا. انت بتطلبي الاوردر، هم بيوصلوا لك الكلام كله عباره عن مساجات، مش بنتكلم بتواصل، يعني مش بتسمعني انا بقول ايه وانا بسمعها هي بتقول ايه. طيب عايزه تعممي بقى الفكره في الفتره اللي جايه ازاي؟ انت قلتي ان انت في ناس كتير جدا يعني في اسكندريه عايزين يتعلموا، هتعملي ايه؟ توصلي لهم ازاي؟ انا ان شاء الله هسافر كل محافظات مصر، هعمل الكورسات دي وهنعملها برضو بنفس الطريقه مجانا للغير قادرين، وبتكلفه صغيره جدا للمستعدين يدفعوا. حتى لو ما فيش حد مستعد يدفع، احنا مستعد اعملها كلها مجانا. المهم ان كل اصم وضعيف سمع يكون عايز يتعلم حاجه معينه اقدر اعلمها له. طيب قولي لي، يعني هي طبعا فكره يعني عظيمه جدا، بس انت هتقدري يعني تكملي المشوار؟ بتدفعي كل حاجه من يعني معاكي؟ فيش اي دعم من الدوله؟ ما تلقتيش اي دعم من اي مؤسسه خيريه؟ لا لا خالص، يعني انا بتمنى ان اي وزاره او اي جمعيه خيريه، اي رجل اعمال يتبنى الفكره، لان انا فكرتي ان انا اعمل اكاديمي كامله للصم وضعاف السمع، ويكون كمان ليها جزء ستور
يقدروا ان هم يحطوا المنتجات بتاعتهم بالظبط، يبقى ليهم دعم، يبقى ليهم مكان يفتح لهم باب لرزقهم ده، حتى يبقى عندهم شويه ثقه ان احنا لا احنا هنقدر ننتج ونطلع منتجات، في ناس هتساعدنا نعمل كده، في اكاديمي هتعلمنا، في مكان هنعرض فيه حاجاتنا، هيحسوا بقيمتهم مكان وسطنا. متكامل كمان ان هم ما يتعبوش ان هم يلاقوا مكان ان هم يعرضوا فيه منتجات. ايوه. طيب قولي لي مده التدريب بتكون تقريبا قد ايه، ولا بتفرق من شخص للتاني؟ لا لا خالص، احنا التدريب 6 محاضرات بيبقى يوم واحد في الاسبوع لمده 3 ساعات. طيب ال6 محاضرات دول بتقسميهم ازاي؟ ال6 محاضرات بنقسمهم 3 و3. الثلاثة الأولانيين بيتعلموا الحاجات البسيطة اللي هي الجيب بأشكالها، إزاي ياخدوا والمقاس بقى مظبوط، إزاي ياخدوا المقاس ده بيبقى ليه طرق كتيرة قوي بالزبط. يعني هو بيبقى مدارس أعتقد صح كده؟ في طرق كتيرة بس يعني أظبط طريقة إيه يعني بتعلميها لهم يعني دي اللي بتطلع الحاجات مظبوطة؟ مع الممارسة، أنا بقالي فترة بدرس الموضوع، فمع الممارسة عرفت حاجات كتيرة جدا تسهل عليا التدريب، وتسهل كمان على المتدرب إن هو يتقبل المعلومة أسرع. فأنا عاملة لنفسي تقريبا منهج معين ماشية عليه، حتى مش زي حد بالظبط ما فيش أي حد هنا في أكاديمي أو سنترز في مصر بيدي عدد محاضرات بنفس عدد محاضراتي أو بنفس السيستم اللي أنا ماشية عليه. فأنا فعلا بطلع بعد 6 محاضرات بنات تقدر تفصل تعمل هدومها بنفسها، بتقدر تشتغل لغيرها، تقدر إن هي بعديها على طول تفتح مشروع. يعني أنا عندي طلبة اللي خلصوا في المتكلمين اللي خلصوا من سنين فاتت بقوا بيدرسوا، في منهم بيدرس دلوقتي، في منهم فاتح بنفس طريقتك؟ هم عندهم طرق مختلفة بس بقوا خلاص بيدرسوا، يعني في أكاديمي قبلتهم لأن شغلهم كويس، في فتح مشاريع بالظبط، فتح مشاريع، في كمان اللي عملوا مشاريع على النت، يعني غير اللي فتحوا أتيليهات حقيقية بقت موجودة. ففي كل الطلبة اللي أنا درست لهم أنا عارفة بقيت مستوى الناس ماشية إزاي، عارفة إزاي هطلع إنسان منتج. ففكرة الصم معايا هم كمان بيدوني إنتاجية أعلى لأنهم تركيزهم أعلى وفكرهم أعلى، فده اللي عاجبني فيهم، كمان بينفذوا أسرع وبينفذوا أكتر لأنهم خلاص هم حاطين هدف في حياتهم إن هو في خلال الشهر ونص دول ال6 محاضرات لازم يطلعوا انتاج، لازم يعرفوا كل حاجه. انت قلتي انت مقسمه 6 محاضرات، 3 محاضرات بتعلمي المقاس والحاجات البسيطه بالظبط، وازاي يقعدوا على المكن. تمام. والمكنه سهله؟ المكن دلوقتي الحديث اصعب حاجه ايه بقى يعني في المكنه؟ اصعب حاجه في المكنه اللي هم شويه دلوقتي بضربهم على الاحساس بتاعها. يعني هم ممكن يكونوا مدين ظهرهم مثلا بيكلموا حد او حاجه ورجليهم تفلت ويدوسوا على الدواس، فده مش بيبقى امان قوي. فاحنا دلوقتي بدات مع الممارسه معاهم، يعني بدانا بقى اخليهم يحسوا بالحاجه، دايما حاطين ايديهم على ترابيزه المكنه علشان لو اتحركت الاهتزازات بتاعتها توصل لهم، يعرفوا امتى هي ماشيه بسرعه، يعرفوا امتى هي كده خطواتهم مظبوطه، كمان عشان يحسوا بالسرعه والبطء لان هي بتحس بالصوت اكتر. ده الشرح ده اثناء المحاضره اللي ده وقت المحاضره كنا بنشرح المفروض جزء اسمه الكورساج ان هم ازاي يعملوا فستان او بلوزه منه. كنا بنشرح فيها دلوقتي، ودي حتى هم متفاعلين بلغه الاشاره وشغالين مع بعض، دي برضو المنتجات اللي هم عاملينها. طيب قولي لي يعني احنا لما ال3 محاضرات انت قلتي الاولانيين حاجات اللي هي البسيطه جدا، بالظبط الثلاثه التانيين هل ليهم بقى علاقه بالسواري فساتين الافراح ولا لا ده ملوش علاقه؟ بنصعبها سنه ان هي ايه يبداوا يطلعوا الجسم من فوق، ازاي يعملوا بقى البلوزه الجاكيت الفستان، يعني الجسم من تحت اسهل من فوق بالظبط. فعلشان كده انا دايما ابدا بالاسهل علشان على في عشان الاول يتعلموا يحسوا عليه. الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج تعقيد قوي في الشغل بتاعه، بعد كده يطلعوا في ال3 محاضرات اللي بعديهم للجزء اللي من فوق في الجسم. طيب قولي لي بيبقى في ناس تخصصات، يعني في ناس مثلا ممكن بتعمل باترون، في واحد يحب يقص، في واحد يحب يقعد على المكنه، ولا كله بيعمل كل حاجه؟ لا هو في فعلا بنات بتحب اكتر بتميل للقص، وفي بنات بتميل اكتر انها تقعد على المكنه. يعني في حد ايده مظبوطه في القص بتحسي فعلا بتظبط عن حد تاني ولا ما بيفرقش؟ لا هي مش بتفرق غير في حاجه واحده. ايه بقى؟ هي مستوعبه الفكره ولا خايفه من المكنه ولا لا؟ هي في ناس لا بتكلم على القص، اصل القص ده بيتهيألي بيكون اهم حاجه في لا كلهم بيقصوا بنفس الطريقه لان هي طريقه القص سهله جدا، هو الباترون وبت الباترون هو الاصعب. بقى هو الاصعب الباترون هي المرحله الاصعب. بس احنا يعني برضو مع تطويرها
عملت لهم طريقه معينه ان هم خلاص هي المعادلات موجوده وهم بيحطوا الارقام ويبداوا يرسموا عليها على طول، مش لسه دي مذاكره فعلا. لا يعني احنا هي موضوع عامل زي شويه الهندسه، فلازم يكونوا واخدين بالهم كويس من الارقام. لو رقم فلت خلاص هي يعني باظ منها مثلا مقاس، فلازم يكون واخده بالها تاني من الاول، يا اما الحاجات تطلع مش مظبوط. بالظبط. اسراء انت نورتينا النهارده، نشكرك جدا على الفكره، فعلا فكره هايله ان انت تفكري في غيرك وانت مش مستفيده اي حاجه غير ان انت عايزه تخدمي فعلا الناس دول، يعني هم فعلا يستحقوا ذلك. بشكرك جدا اسراء عادل، او مدربه باتمون للصوم والبكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا خلصت فقرتنا، وهرجع لكم انا ومصطفى عشان نختم حلقتنا النهارده من هرج سعيد.